السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم من سوق جيم للألعاب، نادي ترفيهي فيه كل أنواع الألعاب. راح نجرب الدراكسون الخاص بالألعاب إن شاء الله. مثل ما تشوفوا هنا يوجد عندنا دراكسون خاص بالألعاب. فكرة هذا الدراكسون هو أنه يحاولون أنهم يحاكوا الواقع، ويعني بيجيبوا سياقة مطابقة للواقع، لكن كمثل ما تعرفوا ألعاب. فمثل ما تشوفوا يوجد عندنا هنا المقود أو عجلة القيادة، يوجد عندنا هنا البادل شيفت لكن يعمل كغماز على اليسار على اليمين. هنا يوجد عندنا شاشة ثلاثية مثل ما تشوفوا. هنا يوجد عندنا الجير يدوي. في بعض الدراكسونات الأخرى بيكون الجير أوتوماتيكي أو سيكونشنال، يعني عن طريق تحريكة واحدة بتغير الجير. يوجد عندنا هنا بعض الأزرار الخاصة بالسيارة، ويوجد عندنا أيضا هنا الدواسات مثل ما تشوفوا. فأول مرة أنا أجرب هذه العجلة، لكن بالنسبة للألعاب يوجد العديد من الألعاب. مثل هذه اللعبة هي درايف سيتي على ما أعتقد، وفي بعض ألعاب العالم المفتوح مثل فورزا هورايزن أو مثل نيد فور سبيد أو تست درايف أنليميتد، وفي بعض الألعاب اللي تكون على الحلبات مثل فورزا أوتو سبورت سيكس أو مثل جريد أوتو سبورت أيضا، إلى ما غيره من الألعاب. وفي أنك تستطيع أنك تلعب حتى مثل جي تي آي في أو واتش دوغز أو غيري، أو مثلا كار درايف سان فرانسيسكو إلى غيري من الألعاب. فخلينا نجرب اللعبة مع بعض. حاليا يعني أنا أقود السيارة ما شاء الله. بالنسبة للدراكسون لو كان الكرسي يعني خاص أيضا بهاي اللعبة فالصراحة بهذا الدراكسون فالصراحة راح تكون خيالية بالمرة. ما كنت يعني أظن أنها سوف تكون يعني بهذا الانطباع ما شاء الله. بالنسبة لي الار بي ام صوت اللعبة يعني ضعيف، فيجب علي اني في كل مرة انظر الى الار بي ام بالنسبة لي تغيير الجير. الار بي ام هو في اقصى الشاشة من اليسار، يمكن انكم بتشوفوه. بالنسبة لحساسية الدراكسون ممتازة جدا. سيارة سوبارو غنية عن التعريف، معروفة جدا بتاريخها في الراليات. امبريزا على ما اعتقد هي النسخة معنا اليوم، رياضية بطبيعة الحال هي، والفورد فوكس اغنية عن التعريف في الراليات. بنجرب بالرد الجير الثاني وبنشوف ايش انفعال السيارة. صعد الار بي ام الى الاقصى حد. راح نجرب دريفت بالسيارة، اوكي، بنحطها على الجير الاول، بندعس البنزين على الاخر وبنشوف رد. ما شاء الله. حطيناها على الجير الثاني، اوه كيف نرد الجير الاول، نمشي بطريقه عاديه. صراحه بالنسبه للانطباع واقعي جدا بالنسبه لي. ما ادري ايش الاشخاص بيجون وجها لوجه، ايش العلامه بتقول، والله ما انا قريتها بالضبط. حاليا اسير بسرعه 115 كيلومتر في الساعه، يمكن انها ما هي واضحه معكم بكل الوضوح، لكن ممتازه جدا صراحه بالنسبه للعبه. يوجد عندنا منعطف قادم، نافيجيشن على السياره هناك. كيلومتر السرعة المحددة هنا في هذا الطريق لأنه ضيق مثل ما تشوفوا. صراحة هذا الدراكسون لو كان على فورزا هورايزن أو كان على لو كان على فورزا هورايزن أو على نيد فور سبيد أو على لعبة ذا كراو أو على تيست درايف أنليميتد 2 أو الوان، صراحة راح يكون أفضل بكثير من على درايف سيتي. لكن بالنسبة للأطفال يرغبون أنهم يسوقوا السيارات،
مثال مطابق جدا للواقع مبدعين في هذه النقطة. يوجد العديد من الشركات بتوفر دراكسونات، طبعا تختلف الدراكسونات من دعسات البنزين ايضا بالنسبة لحساسية عجلة القيادة والعديد من النقاط الاخرى. بالنسبة للجير معنا اليوم هو مانيال، يوجد انك تغير يعني بتخلي الجير اوتوماتيك او سكينشنال يعني عن طريق لمسة واحدة بتغير. حاليا انا على الجير الثاني جايب به الار بي ام على 5000 دوره بالدقيقه، راح ينفجر المحرك لكن عادي بما انها لعبه فعادي. اوكي حطينا الجير الثالث، هنا الخط المتصل يعني ممنوع التجاوز، دائما في الانفاق ممنوع التجاوز كمعلومه، وعلى الجسور ايضا لان خطا بسيط بيسبب. حاليا نحن بسرعة 100 كيلومتر ما شاء الله. حساسية الدراكسون أفضل شيء أعجبني بالنسبة للعبة. أوكي بنحط حادث مرور، آسف آسف. لما أخذت رجلي على الكلتش أو على الدبرياج مباشرة السيارة طفأ المحرك، يعني بيحبوا انهم بيخلوا واقعية الى درجة كبيرة، ممتازين جدا في هذه النقاط. سوينا حادث ما، اسف اسف. منعطف حاد جدا، 90 كيلومتر السرعة القصوى واحنا على الجير الثاني وجايبين الار بي ام 7000 دورة على الدقيقة. لو لم تكن سوبارو السيارة ما راح تجيب 7000 دورة على الدقيقة بالجير الثاني على ما اعتقد. ما شاء الله، والله انطباق وتطابق بالنسبة للواقع، واقعية كثيرا 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 ما شاء الله. أول مرة يعني أقوم بالقيادة على هذا الدراكسون، لكن بما أني أقود السيارة سابقا فما كان عندي مشكل في تحريك السيارة وفي العديد من النقاط الأخرى. إيش رأيكم بنحط دريفت على هذا المكان؟ أوكي حاط الجير الثاني وداعس دعسة البنزين إلى الآخر مثل ما تشوفوا. أي أي سوبارو يا عزيزي سوبارو. حط الجير الأول وبندعس مرة أخرى مثل ما تشوفوا، السيارة متعرضة للانزلاق. وكأننا في راليات. دعسة البنزين إلى الآخر على الجير الأول 7000 دورة على الدقيقة بالنسبة للار بي ان. لو لم تكن لعبة لانفجر المحرك. حاليا بسرعة 130 كيلومتر قادمين على المنعرج، شوية بريك لنقوم بتوازن السيارة مثل ما شفتوا. دائما أنصح بالبريك أثناء المنعرجات الحادة والخطيرة لأنه هو من يقوم بتثبيت السيارة، خاصة إن كانت السيارة ذات دفع أمامي. اوكي منعطف، نحط الغماز. 7000 دورة بالجير الثالث، سيارة على سرعة 140 كيلومتر تقريبا. حاليا الجير الرابع، ستة آلاف دورة على الدقيقة، 160 كيلومتر في الساعة. تجاوز عادة ما يكون من الجهة الأخرى، لكن نحن بسرعة كبيرة. وأيضا عندنا الخط المتصل حاليا على سرعة 190 كيلومتر. حادث آخر، السرعة دائما سبب كبير بالنسبة للخطر والحوادث.
هذا دائما جزاء من يقوم بالسرعة، خاصة بالسرعات العالية في مناطق ليست مخصصة للسرعات العالية. مجرد لعبة، الحمد لله مجرد لعبة. الإشارة عند التجاوز دائما شيء ضروري. فهنا انتهت التجربة بالنسبة لي، بالنسبة لدراكسون السيارة. ما شاء الله صراحة أعجبتني كثيرا، مطابقة للواقع، خاصة الأطفال اللي يحبون أنهم يلعبون ألعاب سيارات. وإن شاء الله أعجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا اللايك ولا تبخلوا علي بالاشتراك في قناة بالضغط على زر السبسكرايب ليصلكم كل جديد. نختم هذه الحلقة بالصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. دمتم في رعاية الله وحفظه.